سلام، يعطيكم العافية. اليوم بدنا نشرح تجربة رقم 10، اللي هي بتحكي عن شيء اسمه سيانين غاز. اكسبيرمنتين سيانين غاز. بهاي التجربة بدك تاخذ تجربة بسيطة، هاي وسهلة. في عندك تنتين دايز ستوك سوليوشن، هدول من الستوك سوليوشن سميه داي نمبر 1 وداي نمبر 2. هذا ستوك راح يكون موجود عندك، موجود يعني على الرف، وهذا ستوك سوليوشن. بدك تاخذ من هاي 1 مل وتحطه فوليومتريك فلاسك ابو 100 مل، اسف 100 مل فوليومتريك فلاسك. هاي كمان بدك تاخذ 1 مل وتحطه فوليومتريك فلاسك 250 مل. هذا الدليوت تعمل له دليوت وذ ايثانول، انتبه على هاي النقطة، وهون دليوت وذ ايثانول. يعني هدول الاثنين فوليومتريك فلاسك تكون غاسلهم وعاملهم رنس ديستلد ووتر، بعد هيك رنس بايثانول. بتاخذ 1 مل بتحطه من هون، بتحطه هون جوا الفوليومتريك فلاسك، بتوصل العلامة بايثانول. هون كمان 1 مل وتوصل العلامة بايثانول 250 مل. هي أول نقطة في الديسكشن. لما تشوف المانيوال أنت والشرح والستركتشر تاع داي 1 والستركتشر تاع داي 2، بدك تفسر ليش الأول خففناه ب 100 مل وليش الثاني ب 250 مل. هي أول نقطة بتكتبها بالديسكشن. يعني شو بتيجي بتسوي للتو دايز؟ بدك تقيس لداي نمبر 1 عند لامدا ماكس من 400، مش لامدا ماكس، بدك تقيس من لامدا 470 ل 550 نانومتر، وهذا تقيس له من لمدة 575 ل 640 نانومتر. كل 5 نانومتر بدك تقيس ابسوربشن، كل 5 نانومتر. فبدك تجيب هون بلانك سيل. هاي البلانك سيل شو بده يكون فيها؟ ايثانول، لانك خففت بايثانول. وتجيب سيل فيها داي نمبر 1 وتجيب سيل فيها داي نمبر 2. إذا عندكم جهازين بكون حسب الأستاذ وموفر لنا أجهزة. هاي كل ما بدك تغير لمدة بدك تحط البلانك سيل، فهي ثابتة بتضلها معبية وموجودة، ما ضلك تكبها وتفضيها، خليها معبية إيثانول وخليها هذه دائما موجودة، عشان أنت رح تتعلم على الجهاز وتقيس مثلا داي نمبر 1 عند 470، قبل ما تقيس عند 470 أبسوربشن بدك تحط البلانك سيل، بتصفر على 470، بعد حط بعد هيك بتحط السيل اللي فيها داي 1 وتقيس الابسوربشن، بعد هيك بتطلع السيل اللي فيها داي 1، بترجع البلانك سيل وبترد تغير لمدا ل 475، كل 5 نانومتر بدك تشتغل هاي القصه. بتصفر على 475، بتشيلها، بترد ترجع داي نمبر 1 وبتقيس لها الابسوربشن عشان تعرف قديش لمدا ماكس. اكسبيرمنتالي لداي 1 واكسبيرمنتالي لداي 2. داي 2 نفس القصة كمان، بس هون الرينج تاع لمدة مختلف، بتبلش من 575 لحد 640، وكل 5 نانومتر تحط البلانك سيل وتصفر عليها وتروح ترجع داي نمبر 2 وتقيس لها الابسوربشن، وبعد هيك تقارنها مع لمدة ماكس ثيوريتيكالي اللي هي بتنحسب على القانون اللي موجود معكم بالتلخيص، اللي هو القانون اللي بحكي لك هون. الله اكبر الله اكبر. سكوير 2 جي بلس 5 على اتش. هذه الماسه ثابته موجوده مع خمس نقط الضوء، وهذا البوند لينث، وهذه بلانكس كونستانت، وهذه نمبر اوف كونجيكت دبل بوندز في كل داي، واحد منهم بتكون واحده، ورقم واحد جي بتساوي واحد، وداي نمبر 2 بتساوي جي 2، وهذه كونستانت 5، بيطلع معك لندا ماكس ثيوريتيكالي. بتقارن ليش في اختلاف بين الاكسبيرمنتالي والثيوريتيكالي، ومين ادق طبعا؟ اكسبيرمنتالي. هاي هي تجربتك باختصار. يعطيكم العافيه.